الناس اللي عندهم وزن زائد نعم. كثير من النساء ان النساء اللي عندهم الاوبيزيتي اللي عندهم وزن زائد اللي عندهم سمنه او تخمه او وزن زائد نعم. طبعا ملي كيتقل الجسم كيضر المراه كيضرها الكبيره نعم فعلا تقل اكيد. فالنساء اللي كيتشكاو من الم الركبه هذه الم المفاصل على مستوى الركبه اللي كاين الاطباء كيسموها الكبسوله ملي كتكون الكبسوله كيتجمع فيها ماء وكتنفخ كتلتهب خص اولا هذه المراه تنقص من الوزن بعد اولا نعم طبيعي باش ما توقعش ايريتيشن هذه تنقص من الوزن اولا ثم تشوف الاشياء الاخرى ما هي تنقص من الوزن وباش تنقص من الوزن خاصها ترجع نباتيه وخاصها تكثر من الفواكه فقط تحيد السكر واللحوم جميع اللحوم وتحيد السكر وجميع اللحوم وتحيد الزيوت الصناعيه وترجع نباتيه وتكثر الفواكه الفواكه الطريه والجافه بجوج والحركه ثم ملي تنقص الوزن غادي المشكل ديالها يكون تسوى الركبه مشكل الركبه خاص الطبيب اولا يبداها بالوزن العلاج ديالها خاصها تنقص الوزن وترجع عند الطبيب واحد شهر شهرين تبقى تحت المراقبه ملي غتكون كملت واحد الشهر اربع شهور الوزن ديالها نقص 20 كيلو 25 كيلو صافي ما غتبقاش تحس بالم في الركبه صافي تعالجت مع ما معناتها انه كان مشكل. فهاد الناس اللي عندهم اللي كيتبعوا حميات عوض ما ياكلوا الخبز القمح مثلا يسحبوا القمح وياكلوا الدخن هذا الا الدخن مع الشعير وحتى القطاني القطاني ما كتزيدش في الوزن مع الاسف الناس مخايفين منها القطاني لا تزيد في الوزن دابا حتى انه تيقول لك بان الخبز كيزيد في الوزن لا الجلوتين ماشي غادي الجلوتين كيعمل واحد خلل داخل فيزيولوجي داخل الجسم نعم ولكن الوزن ما يزيدش في الوزن والخبز لا يزيد في الوزن ولكن علين الخبز اش فيه فيه النشا فيه ستارش وفيه الجلوتين ما صافي في لاميدون الجلوتين عالي الاملاح المعدنيه وبعض الالياف النخاله كنحيدوها ملي كنحيدو النخاله كنزولوا الاملاح المعدنيه والفيتامينات والالياف نعم اش كيبقى لنا النشا كيبقى ستارتش هذا النشا مع الجلوتين البروتين الجلوتين اللي كيبقى مع بعض الاشياء اثار الاملاح الاخرى اللي كاينه في هذا ولذلك هذا الالان الفلاح حتى الانتاج عندنا في الالان البلدي الاخ كيتكلم على الالان علاش لماذا نستورد الالان لماذا نستورد الدخن لا عند البائع غادي يوريك الرومي والبلدي ما كاينش فرق كبير ما عنديش مشكل غير ما يكونش مغير ولا تيلا سنه مشكل واخا يكون كلمه رومي غير تعني تقنيات حديثه الانتاج ديالو ولا جا من برا ايوا البلدي ديالنا دكتور حسن نعم اكيد احسن اكيد احسن يعني هما علاش مثلا غنمشيو حنا نقلبوا على هذا الرومي كل شي حاجه من برا كيسموها روميه واخا تكون بلديه في كندا كيسموها ما عندهم روميه يعني علاش انا دخلت من برا روميه صافي علاش لان كنعني بالبلدي حنا الانتاج المحلي الطبيعي هذا كنعني به كلمه البلدي وخاصها تبقى هذه الثقافه عند المغاربه اكيد خاصها تبقى عندهم يعني ما يضيعوش هذه القضيه ديال البلدي والرومي وما يقولوش بحال البلدي بحال الرومي لا لا كيف يعني لان هنا فين كاين هنا فين كاين المشكل الا مشينا حتى بدينا نصدقوا بان بحال البلدي بحال الرومي غادي نخربوا المنتوجات ديالنا وهذه طريقه ربما يدخل لنا منها المشاكل نعم فهاد المسائل يعني الاستيراد الان عليا والمغرب يستورد قطاني ويستورد حبوب يعني حتى الزنجلان حتى حبوب الكتان مستورده الان حتى الحبه السوداء مستورده كاين القصبر الان كاين مستورد ولكن الناس يسولوا لان عندنا الحمد لله كاين الناس صادقين كاين الناس كيتقوا الله يمشوا لرحبه الزرع كيوريك هذاك البائع كيوريك الماسياء كلها هذه ديال كندا هذه ديال الارجنتين هذه ديال الهند هذه ديال المغرب هذه ديال هنا يعني حتى في المغرب ولك الخيار انت لك الخيار في المغرب تقول هذه ديال بركان وهذه ديال الرحامنه وهذه ديال سوس وهذه ديال الشاويه يعني هذه وهذا صدق وهذا جيد هذه الاسواق عندنا بقى جيده الحمد لله الامانه ولكن الناس يسولوا بالعقل يسولوا الناس يتقدم كل ما عمرو مشى لرحبه الزرع نعم ذكرتي يا دكتور بان المغاربه كيسولوا فيها رحبه الزرع ورحبه الزرع كبيره الا مشاو الرباط مثلا حدا القمر الا مشاو لمراكش رحبه الزرع من رحبه الدار البيضاء في الحبوس رحبه الزرع نعم. كبيره في الدار البيضاء رحبه الزرع في فاس كاين رحبه الزرع في مكناس كاين رحبه يعني تقريبا في جميع المدن نعم كاين رحبه عندنا رحبه الزرع ولكن وفيها جميع الحبوب نعم فيها الزوان فيها اللان فيها الذره فيها الشعير فيها قمح فيها الشوفان فيها جلبانه فيها الحمص فيها العدل فيها الفوس فيها حبه حلاوه فيها جميع الرز فيها كل الحبوب موجوده في في في, في, في رحبه الزرع غير واش هذا الشخص هذا الناس كيمشيو للسوبر ماركت نعم ماشي السوبر ماركت تقدا اشياء لان كاين اشياء مثلا ديال النظافه واشياء هذا كاينه في السوبر ماركت ولكن يمشي لرحبه الزرع يتقدا الزرع لولادو يعني حنا كلمه الزرع كنعني بها جميع الحبوب يعني في المغرب يشري القمح يطحنو يشري الذره ويشري اللان يشري المسائل يعني يمشي يبدا يمشي لتاع الشبت
الايلان ماده غذائيه غنيه بالكالسيوم يعني تناولوها كما كنتناولوا الحبوب الاخرى. نعم اكيد هو اكل وغذاء. وان شاء الله لو كان احنا في هذا البرنامج كنحاولوا نعطيو نسمعوا واحد الاسم باش المغاربه يحفظوه. نعم يعني بحال هذه القضيه ديال الدخن، انا قلت البشنه ولكن البشنه على حسب المناطق، كاينين كلها واش تيسمي البشنه. نعم علاش، ولكن احنا عرفنا بان هي كتطلع هي كتطلع السنابل النبات ديالها بحال رق من الذره. نعم. العاديه رق من الذره العاديه، وكت الحبوب ديالها ما كتكونش كما الاخ قال الكباله، هي ما كتعملش الكباله، كتعمل السنبله. الحبوب ديالك كاين واحد السنبله طويله وكتكون مضفوره ومزيانه جميله جدا. سميتو ملي كيكونوا كيقطعوها من الفوق هي كتحش، كيسموش هذاك القش الاخر كياكلوه الحيوانات. نعم هذه وكتعطي مردوديه هائله، هذه الدخن كيعطي مردوديه هائله، كيعطي واحد عدد القنطرات في الهكتار هائل احسن من الحبوب الاخرى. هو هذا. وسهل وما على ما كيحتاج العلاج وما كيحتاجش مبيدات، الا ما كيحتاجش مبيدات هذا. والمنطقة الغرب تبقى هي المنطقة تقريبا المنتجة في هذه إيلان، كانت تحت الشاوية، منطقة الشاوية كان عليا جنوب، كانت منطقة سوس كانت فيها هذه البشنة هذه. قناة نصائح وإرشادات مجانية. لكن مع الأسف الآن مع هذا المشكل ديال قلة الأمطار ولات بعض المناطق هي اللي كتختص في هذه المنتوجات من الغرب. والغرب ماشي غير الغرب، الغرب يعني حتى الشمال، يعني حتى البني عروس حتى الفوق هذو كلهم كانوا كي يعني. وطبعا هاد يلنا دكتور يعني فين كيزرعوه؟ يعني المناطق اللي كتنتج اكثر، المناطق بارده كتكون المناطق اللي هو ما كيتزرع حتى مع الذره، كيزرع في شهر 2 3 عاد كيزرعوه، وكيخرج السنابل ديالو حتى كيسخن الحال تدخل السميم. هو كيتمر في السميم يعني، وكي الفلاحه كي هذاك المحصول الزراعي كيجمعوه لا ريكولت كيجمعوه في شهر 8، شهر 8 كاين اللي كيتاخر شويه كيبقى حتى شهر 9 على حسب هذه. وهي الذره نيت الذره الفلاحه ما كانوا يجمعوها حتى شهر 7، الذره العاديه ما كانوا كيجمعوها حتى شهر 7 عاد كيحشوها هذه. يعني هي اللي كتاخر، علاش؟ لان هي كنسموها المازوزيه، هي ما كتزرعش حتى في فبراير تخرج الليالي. فهذا المساء هو سهل يعني مع الاسف الشديد، علاش الناس كيسميو على الكانوا ومخلين الا كان ما بغيتش نحطها. هي ليست منتوج مغربي وهي لا تقارن مع الدخن بالنسبه للتركيب الكيماوي. الدخن في بروتينات مرتفعه، في الياف غذائيه متخمره، يعني مشكل ديال البروبيوتيك على مستوى الامعاء، في مضادات الاكسده لانه فوق الشعير فيما يخص القوه المضاده للاكسده، وفي املاح معدنيه كلها، ولكن المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور كيكونوا يعني بتركيز عالي، في الفيتامينات حمض الفوليك، وفي كذلك فيتامين بي. هو هذا يعني هذا الا هذا الدخن. نعم. يعني جميع الدهون فيه دهون قليله لانه هو بين القطاني والحبوب والثمن يعني ماشي مرتفع، في واحد حتى 1.5 قليل دهون. نعم. فيه يعني بحال الذره فيها جلوكوز ما فيهاش هذا، ولكن الا ما فيش الجلوتين، ما فيش الجلوتين، وفيه بروتينات، وفيه يعني هو يصنف تقريبا مع القطاني، وجيد في التغذيه. علاش؟ لان احنا اللي محتاجينه الان محتاجين تغذيه فيها املاح معدنيه وفيتامينات ومضادات الاكسده. نعم. هذه التغذيه اللي محتاجينها الان، لان جميع الامراض الان اللي كنلاحظوا على مستوى الجهاز العصبي والامراض المناعيه والسرطانات هي امراض تترتب عن يعني قله او انعدام، كاين النظام الغذائي الفاست فود الان ما عندهمش مضادات الاكسده، هو انعدام المضادات الاكسده، هو قله الاملاح المعدنيه والفيتامينات، ثم الالياف كذلك. هذه الالياف الغذائيه الناس ولات عندهم مشكل امساك حاد، ولا عندهم مشكل الايريتيتين باول، هذا يعني على مستوى القولون عندهم مشاكل خطيره جدا. علاش؟ لان هذه هي التغذيه الان التي نحتاجها، نحن لا نحتاج بروتينات الان في العصر الحاضر، بروتينات كثرت الناس باقيين كي المشاريع ديالهم كلها مبنيه على البروتينات، البروتينات كثرت ولات بكثره، البروتينات مع المغرب عندنا بروتينات كثيره جدا. اللي ناقص في النظام الغذائي للناس هما الالياف الغذائيه، وهما الاملاح والفيتامينات ومضادات الاكسده، يعني خص يكون مضادات يعني الاكسده. يعني غالبيه الناس كتركز على ان نقص الحديد، الا ما كليناش اللحم يعني ما غيكونش الحديد يعني هذا هو اللي لا يمكن لا ينحسب، لان انت دكتور تحاول ما امكن. المصيبه هي لان كان عبر البحث العلمي، لان كل هذه الاشياء جاءت من العلماء هما اللي هذه الاخطاء العلميه
والعلماء راه ماشي انبياء، حتى هما يخطئون اكيد يخطئون. البحث العلمي اللي كيتنشر في 62 ما غاديش يبقى صالح حتى 2002، لا يمكن. فاللي كان هو اللي معروف الان في علم التغذيه هو ان الحديد اللحوم يمتص بسرعه. لماذا؟ لان حديد النشويات، الحديد اللي كان في الزرع، هو حديد مشدود بحمض الفيتيك. هما عندهم في الغرب ما يعرفوش الخميره البلديه. طبعا الابحاث اللي تعملت في الغرب بان الحديد مشدود، يقول لك الحديد لما كيتمتص. وان الحديد القابل للامتصاص او السريع الامتصاص هو حديد اللحوم، خصوص الاعضاء، الكبد مثلا والقلب والبنكرياس. اما عندنا احنا في المغرب كانت الخميره البلديه، كنا كنخمروا النشويات بالخميره البلديه. الخميره البلديه كتحل حمض الفيتيك، هي تحرر الحديد. ما عندناش مشكل احنا في الحديد ديال الشعير يمتص بالسرعه التي يمتص بها يعني حديد اللحوم. ولذلك بقات هذه النصيحه ان الحديد موجود في اللحوم. الحديد موجود في كل ما خلق الله. الحديد، والحديد خاص 20 ملي جرام للشخص، ما خاصوش يعني بكثره. الحديد يحبس في الامعاء، اذا ما كانش امتصاص حتى ولو اكل الناس اللحوم ولو اخذوا اقراص من الصيدليات لا يمكن ان يعني ان يشفوا من هذا الانيميا الحاصله الان، لان الحديد ما كيخدمش بوحده. الحديد مع فيتامينات املاح اخرى ثم لا يعمل مع كثره البروتينات. ثم الحديد طبعا ملي كيكون عدم الامتصاص، حتى ولو تناولنا حديد عدم الامتصاص طبعا ما غاديش ينفع، لا يمكن، لا يمكن. فهنا هو ليس كميه الحديد الموجوده في الاكل ولا قضيه ديال الامتصاص، طبيعه الاكل ثم الامتصاص. يعني هذه الاكل هذا هو المهم، واش طبيعي سيمتص ام ان هذا الاكل سناكله ولا يستفيد منه الجسم. هناك ماكولات الان لا تهضم ولا تمتص ولا يستفيد منها الجسم اي شيء، وهذا هو المشكل. يعني انت محسوب عليك انك اكلت ولكن الاكل لا تستفيد منه، ها مشكل. ولذلك كان الناس ياكلون خبز فقط. كان الخبز لماذا؟ لانه كان مخمر بالخميره البلديه، وان كميه البروتين الموجوده في الخبز هي كافيه للجسم، كافيه ان 14% بروتين كافي للجسم. ان الاملاح المعدنيه والالياف الغذائيه اللي كانت موجوده في الحبوب، القمح، الشعير، الذره والقطنيه